السلام عليكم صحباتي خواتاتي خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار كما راكم تشوفوا خوتي وخواتاتي، انا بغيت ندير التقليه للغدا ان شاء الله، وبغيت نحضر معكم الطريقه ديالي انا اللي نديرها في الدار. المهم خواتاتي انا جبت المقص هنا باش نوريكم على حسب هذه الكرشه، كان يقول حنا عاده نقولها الدواره وكان يقولها الكرشه. المهم هذه حنا نجيبوها انا نشروها منقيه معدله كامله، نجيبوها في الدار نعاودو غير واحد التنقيه هكا خفيفه ونغسلوها حتى مسلق، يجيبوها هكا مسلوقه معدله، ماشي بحال هكا كيما ماشي بحال في البلاد. وعندي هنايا خوتي خواتاتي، عندي هنايا الريه قصيتها وسلقتها، والكرشه هي قصيتها وحتى هي عدلتها. وعندي هنايا هاد الشحيمه هذه ديال القلب، نديرها باش تطلق هذاك ليدام ديالها ومن بعد نحيدها نرميها. المهم انا بحال هكا خليت غير جبت نوريكم المقص، شي وحده ما يكونش عندها اللي غادي يعاونها ويشد معاها باش تقص، عاده انا نستعمل غير المقص بحال هكذا وندير المورسو اللي باغيه نديرو انايا. دروك انا ديجا راني قصيتها باش ما يشدليش الوقت الفيديو، بحال هكا بغيت نوري لكم هكذا يعني خير بالموس، ان الموس غادي يعذبك سيرتو من تكوني غير بوحدك. بغيت ندير معكم الحوايج اللي غادي يرافقوهم. عندي هنايا معلقه نص معلقه صغيره ديال القزبر ونص معلقه ديال الخرقوم، وعندي هنايا معلقه عامره نيشان صغيره ديال السكينجبير والفلفل الكحل غير راس المعلقه باش ما تجيش حاره على حساب الوليدات. وعندي هنايا الابزار الاحمر والملحه على حسب الذوق، وعندي هنايا الثوم مرقد اهو، وعندي هنايا المعدنوس لان ديجا عندي القزبر بودره، وعندي حبه ديال الطوماطيش كبيره والزيتون على حسب كاس ديال الزيتون، وواحد البصله مشلضه. وباش غادي نمرق باش غادي نطيبها ان شاء الله، غادي ندير فيها زيت الزيتون على حسب 3-4 ديال المعالق، لان هي الدواره فيها شويه ليدان فيها شويه الشحمه. بسم الله غادي نبدا على بركه الله. نجيب الكوكوت ديالي هكذا وغادي نكب فيها كاع داك الحوايج، هي الصراحه ما تشدش الوقت بزاف. شي نهار ان شاء الله غادي ندير معكم فيديو على التنقيه ديال الريه وديال الكرشه ان شاء الله بحول الله الى ربي كتب. المهم غادي ندير كلشي هذوك الحوايج اللي عندي هنايا وغادي نردها تشحر. والملح ما غاديش نكثر بزاف لان عندي الزيت والمالح باش ما تجينيش مالحه بزاف، لانها تقدر تجيني مالحه. غادي ندير درت غير شويه ومن بعد ان شاء الله غادي نذوق ونشوف. غادي نرد هادشي يتشحر وغادي نرجع لكم. هيا خواتاتي من بعد ما تشحرت ليا هذيك البصله وديك التوابل والطوماطيش اللي درتهم، دروك غادي نضيف ليها هذوك الحوايج ديك التقليه ديالنا، نخليها واحد شويه واحد 5 دقائق هكا قبل ما يدخل فيها هذاك العناصر كاع اللي ضفتهم. وغادي ندير فيها الماء سخون، المهم انا غادي ندير فيها يطرو ديال الماء كما راكم تشوفوا معايا خواتاتي هكذا، والزيتون ان شاء الله حتى نقرب حتى نحس بها بانها طابت ما بقى لها والو عاد نشد الزيتون نزيد لها هذاك الزيتون هكذا نخليها واحد 5 دقائق وان شاء الله ونرجع لكم. هيا خواتاتي من بعد ما خليتها واحد 5 دقائق ينسجموا مع هذيك العطريه ودوك الحوايج، دروك غادي نجيب الماء طايب يعني ماشي الماء بارد على حسب يطرو ديال الماء، المهم على حسب الكميه ديال التقليه شحال عندي هكذا. وغادي نخليها تطيب وان شاء الله من غادي توجد غادي نرجع لكم كما قلت لكم. والزيتون
ما غاديش نضيفو درك حتى تقرب الطيب، وغادي نضيفو له. يلا السلام عليكم. هاو خواتاتي، الغديوه ديالنا وجدت، والتقليه ديالنا هذا هو الشكل ديالها النهائي. هذا هو الطبق ديالنا كيجا داير. نتمنى من الله انها تعجبكم الطريقه ديالي، ساهله. وهذه هي الغديوه ديالي، مع رافقت معها شويه سلطه واللبن وشويه فريت وشويه المخللات. ونتمنى من الله انها تعجبكم هذه الطريقه. ولا عجبتكم ما تنساوناش بلي لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. يلا السلام عليكم.